مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن الصراع السياسي على المناصب بعد تصاعد الخلافات بين شركاء العملية السياسية على تكليف عدنان الزرفي لرئاسة الحكومة ودخول الصراع منعطفا جديدا، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي دكتور هلال الدليمي. أهلا بكم دكتور هلال. بداية، في ظل تبادل الاتهامات بين شركاء العملية السياسية بشأن طبيعة الولاءات، ميليشيا حزب الله تهدد بضرب أي جهاز حكومي يشارك الولايات المتحدة في استهداف ميليشيا الحشد، وتوعدت بتدمير البنى الأساسية للعراق وضرب السلم الأهلي. لماذا تشعر الميليشيات دائما أن هناك تهديدا؟ هل هذا الشعور حقيقي أم هو ترويج ومحاولة للخروج من الأزمة التي تعيشها العملية السياسية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم بكل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية لأهلنا وبلدنا وسائر بلاد المسلمين. نعم. ونسأل الله أن يخفف عنا وطأة هذا الهجوم القاسي لفيروس كورونا، وأن يسلمنا ويسلمكم ويجنبنا ويجنب المسلمين كافة نتائجه ومآلاته إن شاء الله. آمين. الوضع بالعراق يحتاج إلى حقيقة تمحيص دقيق لما للمآلات التي أوصلتها العملية السياسية للشعب العراقي على النطاق السياسي والاقتصادي والأمني. على النطاق السياسي، نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية نسمع منها كثيرا من الوعود والتهديدات للعملية السياسية أو أطراف العملية السياسية التي هي أنشأتها وهي تحميها لحد هذه اللحظة، وهي التي سلمت العراق لإيران بهذه الطريقة المعروفة. الجانب الثاني، هل اكتشفت الولايات المتحدة الأمريكية أن الولاءات الحكومة العراقية أو ما تسمى الحكومة العراقية وأحزابها وكتلها هي ولاءها لإيران أكثر من ولاءها لأمريكا، والآن تريد أن تعدل الميزان لصالحها، وهذا لن يحصل بوجود عملية سياسية مزدوجة الولاءات أدت بالعراق إلى هذا الحال. الجانب الآخر، الجانب الإيراني الذي أصبح الطرف الأكثر فاعلية في الوضع العراقي، وهو الذي أسس لنفسه هذه الميليشيات التي اخترقت الدولة وأسست ما يسمى الدولة العميقة التي تتحكم بمصير الشعب العراقي وتتحكم بمصير العملية السياسية برمتها، وإلا من باب أولى أن الحشد الشعبي أو ما يسمى الحشد الشعبي وميليشياته مؤسسة بضمن ما يسمى بانهلالين القانون والدستور العراقي، هي تابعة إلى وزارة الدفاع ويجب أن لا تتمرد على الدولة، ومن يصرح علنا بذلك على الدولة أن تحاكمه وفق الدستور العراقي إذا كانت هناك دولة بالخيانة العظمى والتمرد العسكري. وأنتم تعرفون والمشاهد الكريم بأن التمرد العسكري عقوبته وخيمة. إذا الذين يهددون يعرفون أنه لا قيمة لما مكتوب، ومن يتحكم بالعمل هم الأصحاب السلاح المدعوم إيرانيا. طيب. الذين يدافعون الآن عن المشهد في العراق هم يدافعون عن الولاء لإيران، ليس الولاء للعراق، وهذا هو المختصر حقيقة لكل ما يجري. دكتور هلال، هناك صراع دائر منذ أن تمت تسمية عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة بين مؤيد ومعارض، واليوم الزرفي يستثني كتلا شيعية رافضة له من مشاورات تشكيل الحكومة. ما أثر هذه الخطوة من عدنان الزرفي على صراع الأحزاب على المناصب؟ أولا، هنا الصراع بين الولاءات وليس الصراع بين أطراف عراقية. صراع بين الولاء الموالين للولايات المتحدة الأمريكية والمستندين إلى قوتها، وما بين الموالين لإيران ومستندين إلى دعمها اللوجستي على الأرض. كلا الطرفين لا يريدان للعراق خيرا، وهما مرفوضان من الشعب العراقي، ورفضتهم الساحات الثوار في العراق. إذا هو صراع بالنيابة، حرب بالنيابة أخرى ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية بالدماء العراقية وبالمسميات العراقية للأسف، مع الأسف الشديد. إضافة إلى هذا أن هذا الصراع سيعطي مزيدا من الانشقاق بين مكونات العملية السياسية، وهذا ما تريده إيران وتطبل له، وربما هناك دعايات أكثر، ربما ستكون أكثر دموية كما يتوقع البعض، أن تقوم إيران بعمليات كما حدث في سامراء
تهذيب الوضع العراقي على ما يسمى الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد أن تضرب الإمام موسى الكاظم أو أي طيب. من تضرب الحشد وهكذا. فهناك تهيئة على الأرض من الناحية الإعلامية ومن الناحية اللوجستية أن هذا الصراع سوف يستمر، والحسم فيه حقيقة سيكون على حساب الشعب العراقي الذي ثار ضد هذه العملية برمتها. وعلينا أن نتوقع أن إيران لا تريد أن تهد أو تتخلى عن الخيط العراقي الذي هو آخر الخيوط التي يمثل العمق لثورتها وتصدير ثورتها إلى العالم العربي، وخسارتها في العراق سوف تكون بالنسبة لها الخسارة. هل فعلا دكتور هلال يمكن أن يحدث صراعا داخل ما يسمى حاليا، وهو خرج هذا الوصف من قبل زعامات الميليشيات التي تحسب نفسها على الشيعة، هل يمكن أن نرى صراعا داخل البيت الشيعي إذا صح هذا الوصف داخل أركان العملية السياسية؟ وهنا أقصد صراعا ينتقل من وضعه السياسي إلى مستوى ربما ننزل إلى ساحات القتال في الشوارع ما بين الميليشيات. أنا أعتقد أنه هذا هو القصد أو الهدف النهائي من تشكيل الميليشيات والحشد ابتداء. وقلنا منذ البداية بأن عملية تشكيل الحشد والقوات الميليشيات المسلحة هي تأخذ ثلاثة أطوار. الطور الأول هو ضرب الكتلة الصلبة في العراق والشام، وابتداء بعراق، نحن نتحدث عن العراق بشكل خاص. نعم. المناطق التي ثارت ضد العملية السياسية التي ثار الشعب الآن نفسه عليها من نعم. من أتباع العملية السياسية. الجانب الثاني هو أما المهاجمة الأكراد أو تحييدهم في الطرف الحالي، ومن ثم ضرب الجناح العربي في العراق الرافض لوجود الوجود الإيراني بهذه الميليشيات. نعم. والولايات المتحدة الأمريكية تدرك بعناية فائقة بأن هذه الميليشيات سوف تقوم بهذا العمل تدمير العراق وإضعافه على شكل مراحل. تعرف أن هناك هذا السيناريو يطبق بشكل دقيق، حقيقة يطبق بشكل دقيق على مناطق اللي تسمى بين هلالين المناطق السنية والمناطق الغربية والموصل وصلاح الدين وكركوك وديالا وشمال بابل، الآن تنتقل بتسمية أخرى إلى جنوب العراق. وهذا هو حقيقة السيناريو موضوع وله أسسه وله من يؤيده، لأن بقاء جناح رافض لوجود الإيراني، جناح أصبح واعي للدور الإيراني في العراق، هذا لا ينفع إيران ولا ينفع الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعي زورا بأنها ضد النظام الإيراني. لكن إيران دكتور هلال، في سؤالي الأخير لكم، لكن إيران لم تترك مشكلة تحصل داخل هذا البيت الشيعي إلا وتدخلت لحلها، وكانت هي المظلة لجمع كل هذه الشخصيات وكل هذه القوى الموجودة داخل العملية السياسية رأب الصدع ومحاولة إعادتهم إلى الطريق الموضوعين عليه أصلا منذ البداية. هل ستتخلى عن أذرعها، عن أدواتها في العراق لكي تثار بينهم المشاكل ويدخلوا في مراحل صراع حقيقية؟ أن الصراع الإيران تدرك ماذا تخسر في العراق ومتشبثة بشكل كبير جدا بأطرافها في العملية السياسية وما يسمى البيت الإيراني وليست البيت الشيعي. أنا هذه التسمية هي يراد لها أن تمس كل شيعة العراق، وهذا الكلام أثبت عمليا بأنه غير صحيح. هناك البيت الإيراني والأحزاب المولة لإيران والأطراف الأخرى الرافضة للوجود الإيراني، والأطراف الرافضة للوجود الإيراني هم حقيقة على نوعين: النوع الوطني العراقي المرتبط بعراقيته والنوع العميل لأمريكا. لاحظ أنه هذا الوصف هو الذي يجري الآن على أرض العراق. إيران ستتدخل بكل ما تستطيع من قوة ومن خبث، وحتى إن استلزم تقوم بعمل لجمع ما يسمى الكتل الشيعية الموالية لإيران بأي عمل، حتى وإن تقوم بعمل مثل تفجير أحد الأئمة مراقد الأئمة، بأنها تعتقد أنه خسارتها للعراق سوف تكون بداية الانهيار الكامل للوجود الإيراني في المنطقة العربية، وإيران لن تجازف بهذا وسوف تدفع بكل إمكانياتها الخبيثة بهذا الهدف، وهي تفعل الآن كما فعلت سابقا. أخيرا دكتور هلال، وحقيقة هذا السؤال يجب أن يطرح الآن على حضرتك قبل الختام معك، إلى أي مدى ترى أن تظاهرات ثورة تشرين أحدثت هزة حقيقية
فيما يسمى بالبيت الشيعي أو داخل ما يسمى بالبيت الشيعي، لا سيما وأن ثورة تشرين انطلقت بالأساس من مدن الجنوب الرافضة لفساد تلك الطبقة، والتي يعتقد البيت الشيعي هذا أنه هو الحاضنة لهذه المحافظات. أنا أعتقد أنه ثورة تشرين وانتفاضة الشعب العراقي المباركة أول هدف هو تعرية الفاسدين المرتبطين بالنظام الدولي سواء كان إيران أو غيره، هذا أول جانب. الجانب المهم والأهم من هذا هو فضح الجانب الإيراني وتدخل الإيراني وميول ما تسمى فضح الأحزاب والكتل التي كانت تميل وتمثل وتميل لإيران بشكل علني، وأصبح زيفها واضح. فمن هنا هذا الدور كشف كل الأطراف، يعني كشفت الأطراف الموالية لإيران من جهة، وكشف الأطراف الموالية للولايات المتحدة من جهة، فأصبح العملاء وأهدافهم وأوصافهم وكلماتهم واضحة لكل الشعب العراقي. هذا هو الذي جعل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تتقاتلان إعلاميا وتتعاونان في الميدان لإجهاض الثورة العراقية، لأنها تهدد حقيقة المصالح الطرفين. طيب. وهذا واضح. دكتور هلال دليمي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، أشكرك شكرا جزيلا.